السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم مجددا في قناة مختصون في التبريد المنزلي. فيديو اليوم هيكون على فوزر كريازي. المشكلة كلها كانت في حساس بيدي معانا قراية. عشان بس بداية الفيديو يبقى الفني فاهم وعارف كل حاجة اللي ممكن اي حد يقع في مشكلة في الفوزر ده بالذات، يعني لازم الفني يكون دقيق في تشخيصه، ماشي واحدة واحدة بيشخص بكل دقة عشان ما يقعش في المشكلة ديت بالذات. الفوزر ده جاي متبهدل كشحن ككل حاجة وتنظيفات ومشحون وكل حاجة، ونفس درجة الحرارة ما بتزيدش في قلب الفريزر، كان باقي يتبدل فيه الكباس. الفني اللي قبلي انا معرفش هو مين، ولكن انا اتمنى اللي اي فني يشوف الفيديو ده يكون مرجع له ويخلي باله جيد جدا، ممكن يقع في المشكلة دي. لازم تشخص الاول صح وتشيك على كل حاجة قبل اي حاجة. الفوزر ده انا شيكت عليه مرة واثنين وثلاثة لحد ما الهمنا الله سبحانه وتعالى المشكلة في الحساس. معايا جهاز التمبشر بتاعي اللي بيقيس درجات الحرارة الداخلية، لازم احطه على اي جهاز، لازم اكون ماشي معاه خطوه بخطوه ويبين لي العطل فين بالظبط. من مبدئيا كده اي حد يشوف الجهاز هيقولك الجهاز لا اما ناقص شحن، لا اما فيه سده، لا اما الكباس بايظ، لا اما في حاجات كتير. ولكن لما انا استخدمت جهاز التمبشر بتاعي وركبته على الجهاز، الحمد لله بين لي العطل فين وعرفت العطل فين، والحمد لله عرفت ان انا اشخص العطل واوصل العطل بتاع الفريزر بالذات. اتمنى الفيديو نقول اعجبكم، واتمنى اللي يكون الفنيين يبقى عندها صبر شويه، ما استعجلش. الفوزر ده شبه يكلف على العميل فلوس كتير جدا، ولكن الحمد لله ده بفضل الله وليس فضل منا احنا، طلع المشكله في الحساس وغير الحساس. شوف الفيديو من الاول وانا بشيك على الفريزر، وطبعا اللحامات يا جماعه اما ناجي نقطع سنسور زي ده ونربط سلك تاني ونطول، لابد اللي احنا نستخدم المكوه، مكوه اللحام. وفي في دول العربية زي السعودية الكلمة دي عندهم عيب اسمها كوية لحام، ولكن احنا هنا في مصر بنتكلم باللهجة بتاعتنا، بنستخدم مكوة اللحام بتاعتنا عشان خاطر نلحم السلك ونضمن 100% اللي مش هيحصل عندي روز او يحصل عندي كربنة او يحصل عندي عدم توصيل جيد في الاسلاك. شوف الفيديو وشوف ايه اللي فيه بالظبط، واتمنى الفيديو نول اعجابكم ونكون مراجع الفنيين ونخلي بالنا كويس جدا جدا جدا. الفوزر ده اول ما جه درجات الحرارة بتاعته فين وفين عم يطلع بالشكل ده، الوضع العام بتاعه عشان خاطر انا اشتغل عليه لازم الاول اجرب الفريزر كويس واشوف الوضع بتاعه عامل ازاي. عم يطلع درجات الحرارة بتاعه ديت بتاخد وقت طويل جدا 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 جدا، فانا عشان ااكد الوضع بتاعي الفني اللي قبلي طبعا مقطع في السنسورات ولاحق في السنسورات والوضع غير جاي كويس. حبيت ان انا اتاكد هو العيب فين بالظبط، في الكباس ولا فين بالظبط، لان الفريزر جنني، فلازم ان انا اشيك عليه كويس جدا جدا جدا. درجه الحراره ناقص 10 دي بتطلع بعد مده طويله، واللمبه الحمراء دي بتطفي بعد مده طويله، فقلت لازم احط جهاز الديجيتال بتاعي على الفريزر واشوف هيديني كام درجه الحراره بتاعتي. قدام درجه الحراره دلوقتي عطيالي ناقص 10.5، فلما اجيب جهاز الديجيتال بتاعي واحطه واشوف الاقي الديجيتال عطيلي، لحظه بس عشان نثبته، عطيلي ناقص 18.3. خلاص حاطط انا الديجيتال بتاعي فين؟ في نفس الوضع مع الحساس اللي محطوط هنا. طبعا الازازه مجمده وكل حاجه مجمده فيها اهي وكله تمام التمام، فانا حبيت الاول انا اتاكد هو العيب حساس ولا عيب في الشحنه ولا عيب فين بالظبط، فلازم يكون عندي اسس اللي انا اشتغل عليها. ما انا ممكن اجي دلوقتي بكل غشامه واقول العيب في الشحنه وانضف الشحنه واعمل، اول ما فتحت نيدل اللي سالب 7 واللمبه الحمراء قادت مع اني ما فتحتش كتير ولا حاجه، والديجيتال عندي هنا ناقص 11. فاحنا هنلحم الحساس، هنلحمه بأزير، السلك بتاع الحساس هنلحمه بأزير،
نوضبه كويس، لان هو الفني لف وبس ولف عليه الزير، ممكن يكون هو بيهرب في القرايه بتاعته ولا حاجه. وهنقيس وهنشوف الوضع هيكون عامل ازاي، ونكمل مع بعض الفيديو وهنشوف كل ده باذن الله. لكن حبيت مبدئيا كده انا اوضح لكم الامور، اللي مش كل حاجه تجي لي على الشاشه هنا الفريزر ده مش هيفصل بالوضع ده، مش هيفصل وهيربي تلج، وبعد مده الفريزر هيربي تلج والمأكولات اللي فيها تسيح. الازازه قدامكم، الفريزر ده شغال في حوالي عن 4 ساعات بس بالظبط، الازازه بتاعته 100 100 اهي تلج تمام التمام. طبعا فتح الفريزر طلع لي بخار، نبدا اللي احنا نلحم الحساسات بتاعتنا ونشيك على الفريزر تشيك كويس، ونشوف الوضع هيكون عامل ازاي، وبعدين نجرب الفريزر ونشوف درجه الحراره بتاعتها تكون عامله ازاي باذن الله سبحانه وتعالى. بعد ما لحمنا خلاص ولحمنا بقى مظبوط 100%، قفلنا فتحات الهواء وقفلنا كل حاجه وشغلنا الثلاجه، وهنشوف الوضع بعد كده هيكون عامل ازاي باذن الله سبحانه وتعالى. دي بدايه درجات الحراره بتاعتها، جايبه معايا موجب 7، والتمبشر بتاعي جايب معايا برضك موجب 7، الاثنين محطوطين مع بعض في نفس المكان، نفس المكان مع بعض اهو. نشوف ان شاء الله الوضع هيكون عامل ازاي ودرجه الحراره تبقى مظبوطه ولا مش مظبوطه، ومع بعض خطوه بخطوه باذن الله ونتابع العمل باذن الله سبحانه وتعالى. بعد ما لحمنا الحساس وكل حاجه مظبوطه، طبعا الفريزر مش عاجبني لسه زي ما هو، شغلته شويه ناقص 6.7، ابن البشر بتاعي عطيلي ناقص 13.2، يعني فرق حوالي عن 7 درجات. كده احنا هنشيل حساس وهركب حساس جديد ونقيسه الاول بره، هنشوف عطيل درجه الحراره كام، وبعدين نشوف الوضع هيكون عامل ازاي، وبعدين نتكلم مع بعض ونشوف هو سليم ولا بايظ ولا عيب في حاجه ثانيه، ونبدل ان شاء الله ونكمل الفيديو مع بعض ونشوف. طبعا بعد ما ركبنا الحساس الجديد درجه الحراره عطيالي ناقص 14، وعلى التمبرشر نفسه كمان عطيلي ناقص 14.2. اذا عندي الوضع دلوقتي كويس، الداخلي نفس الخارجي مفيش اي مشكلة خالص. مشكلة الفيزر دي كلها كانت مشكلة حساس. تعالى مع بعضنا نقيس الحساس القديم وهنشوفه قد ايه، وعطيلي قراية مظبوطة 100%، لكن ما بيتغيرش مع درجات الحرارة الداخلية. الفني اللي راح شحن الفريزر واشتغل في الشحن واشتغل في كل حاجة واشتغل وشحن، ونفس النتيجة زي ما هي، مفيش أي نتيجة خالص. لما جاي الفريزر حبيت ان انا اشيك على كل حاجه، طبعا لحمين بقى الزيرو ولحمين كل حاجه وقافلين مسام الهواء، حبيت ان انا اشيك على كل حاجه. ده مواصفات الفريزر، 5 دور، رسمته كباس بتاعه باناسونيك كيو بي 56. حبيت ان انا اشيك على كل حاجه وابين كل حاجه قدامنا ونعرف الوضع فين. ما نستعجلش، مش كل حاجه شحن، لازم الاول نجرب ونشوف. ناقص 14، اللمبه الحمراء طبعا طافيه، التمبرشر بتاعنا ناقص 14. كده العمل مظبوط عشان خاطر الفني يشوف التمبرشر فين بالظبط مع الحساس بالظبط اهو، هو والحساس مع بعض عشان نفس درجه الحراره. طبعا الثلاجه متلجه و100 100، الفريزر متلج و100 100، مفيش اي مشكله خالص، ولكن حبيت ابين لكم الوضع قدامنا هيكون عامل ازاي. نشوف بقى الحساس بتاعنا ونشوف وضعنا عامل ازاي. ده الحساس على الكيلو اوم، اعطيلي 5 كيلو اوم في درجه حراره الجو العاديه خالص، 5 كيلو اوم. لكن ده ما بيشتغلش، ما عادش بيحس بالحراره، بقى ضعيف شويه بالحراره بتاعته، ما عادش بيحس بيها. حبيت ابين لكم الموقف قدامكم عشان تخلوا بالكم العطل بتاع الفريزر ده، الفني شحن وغير حساسات وغير كل حاجه، يعني هو شحن، انا اسف، هو شحن وبهدل الفريزر الشحن وبهدل كل حاجه، وفي النهايه هو كان المشكله كلها في حساس بس. نخلي بالنا من الوضع ده، اتمنى ان يكون الفيديو بسيط وفيديو جميل وانجزنا فيه. وتحياتي لكم جميعا، كان معاكم وضع العنين من قناه مختصون في التبادل المنزلي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.